سنقدمها قربانا في حب هذا الوطن. هذا كلام يعني قمة الوطنية وقمة الانتماء صحيح. الوطني المصري لا يستحق إلا كل تقدير وكل احترام، ولا بد أن نقابله ونختلف أبدا على هذه الثوابت الوطنية في داخل البرلمان، لأننا نؤكد عن الشراكة في المسؤولية بيننا، وأن الاختلاف في الرؤى السياسية لا يفسد بيننا لهذه الشراكة.